مثل ما تعودنا كل نهار سبت يا هايدي ناخذ المتنبي الجوي. امبارح اليومين بلشنا هيك نشعر انه صار في قرصة برد. صحيح، يمكن رشا ما بعرف اذا انتبهتي كان في بوست على الفيسبوك عم بيقولوا انه شتاء 2025 رح يكون في عواصف وفيضانات للاسف. تماما، رح نتاكد تفاصيل اكثر عن هذا الموضوع. وصار معنا عبر اتصال هاتفي الاستاذ حسان الجردي. يسعد صباحك استاذ. صباح الخير. يسعد صباحك يا هلا. صباح الخير استاذ حسان. خلينا نوضح الشيء اللي سمعناه انه رح يكون شتاء 2025 في فيضانات وعواصف نتيجه الاحتباس الحراري، وكالعاده كيف عم تكون احوال الطقس ودرجات الحراره بمحافظاتنا السوريه خلال هذا الاسبوع؟ شكرا معين. بدايه صباح الخير من جديد اليك، لزميلتك للاخباريه السوريه، لفريق العمل. هلا بشكل عام بالنسبه لشتاء 2025 ان شاء الله بيكون موسم خير بالبدايه، بتعم فيه الخيرات على بلدنا الحبيب سوريا، وبتكون المعدلات المطرية ممتازة بمختلف المناطق والمدن السورية، وكانت بشارة خير كثير ممتازة وجيدة مع بداية فصل الخريف. كان في هطولات مطرية مبكرة وهطولات كانت متميزة تحديدا بالمنطقة الساحلية من ناحية الفيضانات والعواصف الرعدية والعواصف والرياح نتيجة الاحتباس الحراري والتغير المناخي. التغير المناخي عم تعاني منه بلدنا الحبيب سوريا مثل باقي دول العالم، ولكن بنسبة أقل حتى الآن، النسبة هي أقل بإذن الله تعالى. أما بالنسبة للشتاء إن شاء الله رح يكون موسم خير، هطولات مطرية ممتازة، ببعض الأحيان رح نشاهد عواصف مطرية مترافقة بالعواصف الرعدية وزخات المطر ونشاط بسرعة الرياح وحصول بعض السيول في أغلب المناطق، تحديدا تكون متميزة بالساحل السوري. ويكون إلى حد ما هذا الشتاء بدرجات الحرارة سوف يكون مقبول ضمن الحدود الطبيعية بإذن الله تعالى. أما بما يتعلق بالحالة الجوية خلال 24 ساعة القادمة، البلاد عم تتأثر بانفداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي عام يترافق بامتداد منخفض جوي بطبقات الجو العليا. هذا المنخفض نتيجة مرافقة له كتلة هوائية باردة نسبيا أدت إلى انخفاض بدرجات الحرارة. الانخفاض الأكثر وضوحا كان مبارح، والحرارات عم تكون أقل من المعدل لليوم من 2 إلى 4 درجات مئوية، وأجواء عم تكون بين الصحوة والغائمة جزئيا بشكل عام، أجواء سديمية مبرة بالمناطق الشرقية والبادية السورية. بالليل أجواء عم تكون مائلة للبرودة بشكل عام إلى باردة بالمرتفعات الجبلية مع نسبة رطوبة مرتفعة وفرص لتشكل ضباب خلال ساعات الصباح الباكر بأجزاء من المنطقة الوسطى، الأجزاء الغربية، الأجزاء من المنطقة الجنوبية الغربية والأجزاء الغربية بشكل عام. الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة مع هبات عم تتجاوز ببعض الأحيان الهبات 40 كيلو متر بالساعة تحديدا بالمرتفعات الساحلية بالمنطقة الوسطى وأجزاء من المنطقة الجنوبية، والبحر خفيف ارتفاع الموج. نهار بكرة تستمر الأجواء بين الصحوة والغائمة جزئيا بشكل عام، درجات حرارة بتضل أقل من المعدل من 1 إلى 3 درجات مئوية، أجواء سديمية مغبرة بالمناطق الشرقية والبادية السورية مع استمرار الأجواء الباردة بالليل تحديدا بالمرتفعات الجبلية. تستمر معنا هذه الأجواء حتى نهاية الأسبوع تقريبا يوم الأربعاء، بتبلش بعدين الحرارة تميل للارتفاع بشكل طفيف. نهاية الأسبوع رح تكون الحرارات حول المعدل أو أدنى من المعدل بقليل، وأجواء عم تكون بين الصحوة والغائمة جزئيا مع استمرار الأجواء السديمية المغبرة بالمناطق الشرقية والبادية السورية، والبحر عم يضل خفيف ارتفاع الموج بأغلب المناطق. الأجواء الباردة بالليل رح تكون بالمرتفعات الجبلية هي سيدة الموقف، وبنحذر خلال هيدي الأجواء وهيدي الوقت من الفروقات الحرارية ما بين الليل والنهار وخاصة بالمناطق الجبلية من تدني مستوى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب لأجزاء من المنطقة الوسطى والقلمون والمناطق الجنوبية الغربية من الأجواء السديمية المبرة بالمناطق الشرقية والبادية السورية، والتي تؤثر سلبا على مدى الرؤية الأفقية، والناس اللي عندهم مشاكل صحية بالجهاز التنفسي وحساسية من الغبرة اتخاذ أساليب الحيطة والحذر نتيجة الأجواء السديمية بهذه المناطق. أما درجات الحرارة المتوقع بدءا من العاصمة دمشق لليوم 25-13 القنيطرة، 22-10 القلمون المرتفعات الجبلية، 18-9 السويداء، 22-11 درعا، 24-13 المنطقة الوسطى، 25-11 حماة، 25-13 الحسكة منطقة الجزيرة، 27-13 الساحل السوري، اللاذقية وطرطوس، 26-15 بالشمال حلب، 24-11 إدلب، 22-10 المنطقة الشرقية دير الزور الرقة البوكمال، 28-12 وأخيرا بالبادية السورية مدينة تدمر 25-11.
نعم استاذ حسن الجردي، كنت معنا حضرتك عبر اتصال هاتفي، شكرا لك المعلومات اللي ذكرتها، وان شاء الله هيك مثل ما اخبرنا من حضرتك انه حيكون موسم، حيكون في مطار، حيكون في سيول ببعض المناطق. دائما نقول الله يبعث الخير دائما.